شوفوا يعني الان يعني في الانتاج تاع الحبوب ما عندوش يعني قال الانتاج تاع الولايه يقعد في الولايه ممكن ما بين الولايات لان حتى هنا لي سيمونس دو ريبرودكسيون هنا في فرنسا لما نروحوا المهديه كذلك راهي قطب كبير في الحبوب وعندنا تيرت قطب في الحبوب والبقوليه اذا بالنسبه لهذا الاحداث مركز جواري التي سوف يعني تكون محل معاينة ومتابعة كذا عندها مردودية اقتصادية فلاحية جوهرية وذات سيادة للأمن الغذائي. كنا زوج ملايين قنطار العام اللي فات 500,000 قنطار العام هذا 200,000 قنطار فتو. هي الغرب كما يقول لك لأنه الفلاحين تاعنا يعتمدوا على المطر تقريبا هذا العام عشنا هذه المرحلة تاع شح الأمطار خاصة الولاية الغربية. لكن الفلاحين أعطيناهم آبار اسكو داروا السقي التكميلي. الفلاحين اللي طلعنا لهم الآبار التزموا معنا بالسقي التكميلي تاع 10 هكتار لكل واحد اللي عنده البير. يخدموا. إيه وهما تقريبا اللي راهم هما اللي راهم يقدموا لنا في المحاصيل اللي رانا نجيبوا لهم. ولكن الجهة الشمالية تاع الولاية احنا لما نشوف سيد الحسني والرحوية وسيدي بختي وسيد علي ملال والليلي هذيك المنطقه اللي كانت تمد يعني خيرات كبيره هذيك العام هذا ما هو العمل هذيك المناطق سيد الولي تعتمد كليا على الامطار وهي منطقه بالنسبه لنا احنا بوتونسييل معنا كي تكون الامطار مليحه تعطينا مردود حتى ما كانش الامطار حتى 40 قنطار في القطار غير بالامطار بدون سقي تكميلي بدون والله احنا ماذا بينا نداركوا هذه باش نشوفوا السقي التكميلي دائما يعني هذه الفلاحين عطيناهم اعبار يكون في الكاي تشارج اللي مع الفلاحين يحترموه ان شاء الله.